رسالة غلاطية الأصحاح الأول. مني أنا بولس رسول لا من الناس ولا بدعوة من إنسان، بل بدعوة من يسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من بين الأموات، ومن جميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية. عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه من أجل خطايانا لينقذنا من هذا العالم الشرير، عملا بمشيئة إلهنا وأبينا. له المجد إلى أبد الدهور، آمين. عجيب أمركم، أبمثل هذه السرعة تتركون الذي دعاكم بنعمة المسيح وتتبعون بشارة أخرى؟ وما هناك بشارة أخرى، بل جماعة تثير البلبلة بينكم وتحاول تغيير بشارة المسيح. فلو بشرناكم نحن أو بشركم ملاك من السماء ببشارة غير التي بشرناكم بها فليكن ملعونة. قلنا لكم قبلا وأقول الآن، إذا بشركم أحد ببشارة غير التي قبلتموها منا فاللعنة عليه. هل أنا أستعطف الناس؟ كلا، بل أستعطف الله. أيكون أني أطلب رضا الناس؟ فلو كنت إلى اليوم أطلب رضا الناس لما كنت عبدا للمسيح. فاعلموا أيها الإخوة أن البشارة التي بشرتكم بها غير صادرة عن البشر، فأنا ما تلقيتها ولا أخذتها عن إنسان، بل عن وحي من يسوع المسيح. سمعتم بسيرة الماضية في ديانة اليهود، وكيف كنت أضطهد كنيسة الله بلا رحمة وأحاول تدميرها، وأفوق أكثر أبناء جيلي من بني قومي في ديانة اليهود وفي الغيرة الشديدة على تقاليد آبائي. ولكن الله بنعمته اختارني وأنا في بطن أمي، فدعاني إلى خدمته. وعندما شاء أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، ما استشرت بشرا ولا صعدت إلى أورشليم لأرى الذين كانوا رسلا قبلي، بل ذهبت على الفور إلى بلاد العرب، ومنها عدت إلى دمشق. وبعد 3 سنوات صعدت إلى أورشليم لأرى بطرس، فأقمت عنده 15 يوما، وما رأيت غيره من الرسل سوى يعقوب أخي الرب. ويشهد الله أني لا أكذب في هذا الذي أكتب به إليكم. ثم سافرت إلى بلاد سوريا وكيلكية، وما كنت معروف الوجه عند كنائس المسيح في اليهودية، وإنما سمعوا أن الذي كان يضطهدنا هو الآن يبشر بالإيمان الذي كان يريد أن يدمره، فمجد الله من أجلي.